اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل اللي فات في بعضمة لسانه، وشفنا الدروس الكبيرة المهمة جدا في مباراة الأهلي وفيتا كلاب، وطمناكم على استعداد الأهلي لمباراة الأربع بإذن الله مع الإسماعيلي في برج العرب في الدوري. لكن بين كل مسيرات النجوم الكبار هناك كلام كثير في أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية يا باشمهندس. انا لما سالتك يعني قلت لي يا ريت النهارده ناخد فلافيو، بقى له كم مره احنا كاتبينه بس ما بتجيش الدور عليه. فحاولنا نلاقي وقت نعرض هذه الفقره. يعني انت قلت لي بمناسبه اصرار موسيماني على ثقه موسيماني في والتر بواليا على البدء بواليا، وانه هو قدمه بسرعه يعني. ايوه، وده اللي عمله بالظبط مانو جوسيه مع فلافيو، وكان بيصادف فلافيو نفس عدم التوفيق في احراز الاهداف، لكن كان بيعمل كل الادوار الاخرى اللي طالبها منه المدرب في مساعده زميله في الملعب، في مساعده زميله في الميكانيزم بتاع الخطه. تمام كده، تمام. فهو بيبقى المدرب طالب حاجه من اللاعب بيعملها له، طيب، ويتعشم ان بقدرات اللاعب اللي شافها منه قبل كده يقدر يكمل بانه باحراز الاهداف. هل بواليا هداف مؤكد؟ لانه مش بالصدفه موسمين ورا بعض يبقى هداف فرقته وهداف الدوري تقريبا. فكونه يجي يصادفوا هذا الـ يجيب جولين في ماتشين مهمين يتلغوا، وبعدين يجيب جول مهم، وبعدين لكن عنده الادوار اللي المدرب بيقول لك لو جاب لي جول كمان يبقى 100 100. مش معنى كده ان انت ما عندكش هجوم، بدليل ان التغييرات لما اتعملت الهدفين جم بالبديلين. ايوه، لكن معناه ان المدرب احيانا يبقى له وجهه نظر علينا ان ندعمها لحد ما نشوف النتيجه ايه. والنتيجه كانت مع جوسيه رائعه، شفنا مهاجم لا يتكرر. نتمنى ان يكون موسيماني تتحقق نظريته برضه، لكن عندنا فراوده، ما احناش في ازمه قوي زي ما الناس بتقول، وربنا سهل باذن الله. طيب، امادو فلافيو المولود في 30 ديسمبر 1979 في العاصمه الانجوليه لواندا، بدا حياته الكرويه في بيترو اتلتيكو الانجولي النادي الشهير، لعب اول مباراه له وهو كان عنده 20 سنه مع الفريق الاول، جه للنادي الاهلي في شهر 7/2005 واستمر فيه لغايه 2008 2009. فلافيو اللي الناس كانت بتسخر منه، واللي الناس يقول لك ده ما اعرفش الفلافيوزم والفلافيوست، وعملت مسابقات في التندر والسخريه من فلافيو، لما لعب 163 مباراة مع الأهلي في الفترة الذهبية سجل 58 هدف، عمل بطولات ولا أروع، لكن حكى هو بنفسه. ميزة أهداف فلافيو كمان كانت حاسمة. حاسمة. حكى فلافيو عن قصة انتقاله للأهلي في يوليو 2005، نسمعه. في الوقت اللي كان جيلبرتو موجود فيه هنا عشان يمضي العقد، هو وفلينو لوبش. انا برضو كنت موجود، جيت مصر برضو 2001. النادي بتاعي ما وصلش لاتفاق مع النادي الاهلي، واضطريت اني ارجع تاني. بعديها بثلاث سنين فريق بيترو اتلتيكو كان في منافسه تاسا كاف اللي هي الكاس الكاف، وساعتها كنت هداف البطوله دي. وطبيعي ان مستر مانو جوزيه اتكلم مع جيلبرتو، لان كان جيلبرتو اول واحد كلمني وانا في انجولا، وقال لي ان مستر مانو جوزيه افريد ليجار، مستر مانو جوزيه عايز يتصل عشان عشان يشوفني اذا كنت مهتم ولا لا ان اجي وفي الاهلي. فقلت كله تمام، وشايف ان ما خدش وقت طويل، 10 20 دقيقه بعديها مستر مانو كلمني واتكلمنا، وقلت له ان شايف شرف كبير ليا اني امثل اكبر نادي في افريقيا. وبعديها باسبوع مستر عدلي كيعي واحمد عبده راحوا انجولا،
fechar o contrato com o meu clube. عشان يمضوا العقد مع النادي بتاعي. سجلوا فين لو كون ايلز. وبعديها جيت معاهم على مصر. هو حكى القصه كما حدثت يعني. ايوه. لان احنا كنا وقتها عمالين نجيب في بينيو ونجيب في ماكي ونجيب في كاستيلو كل واحد 6 اشهر مش لاقيين وكنا بنتعاقد كده 6 اشهر قابله للشراء. لكن فقلت لمستر مانويل ما كان في فيرود جالنا في 2001 مع جيلبرتو وافيلينو وكان يعني كلهم بيقولوا ده اهم فيرود اذا كان موجود دلوقتي ما احمد عبده يكلمه ويقول له لو عايز عنده استعداد يجي لنا نسافر على طول نخلص. فاكره مستر مانويل قال لي انا فاكره ومتابع ده لعيب كويس بس يجي قلت له نكلمه فاحمد عبده كلمه واحنا واقفين قال له اوكي وبعدين كان هو مسافر يلعب انيمبا بعديها بيومين قلت له انا هاخد احمد عبده بس اوصل بيه انجولا قال لي انا محتاجه في نيجيريا قلت له مش يعني احنا هنقعد يوم باذن الله هخلص ويجي لك هخلص لك في يوم هرجع انا على القاهره وهو هيجي عليك قال لي خلاص روح لان هما بيكلموا برتغالي فانا محتاج احمد عبده رحنا فعلا بالليل خلصنا مع فلافيو في 3 ساعات وجه مندوب النادي قال لي خلاص انا هعرض الاوفر بتاعكم على اداره النادي والصبح الساعه 10 الصبح نتكلم وناخد القرار جم الساعه 10 11 كنا مخلصين كل حاجه رحت السفاره الملحق التجاري هناك كان زملكاوي لعب في الزمالك قال لي انت فعلا خلصت في الفيديو قلت له قال لي ده هيعمل مشكله كبيره هنا ازاي مش مصدق قلت له لعيب كويس طمني قال لي بس هو كان عامل حادثه موت بالعربيه بتاعته من 6 اشهر قلت له انا ملاحظ ان في بقليله في دماغه هنا كبيره قال لي ما هو لسه ما خفش 100% يعني انا بقى خفت لان كان الله يديله الصحه محمد اليماني هداف المنتخب الاولمبي الاسماعيلي كان ناشئ كان من احسن هدافي الناس اللي في سنه في مستوى العالم حصلت له حادثه عربيه ما رجعش زي ما كان وده اللي حصل في الفتره الاولانيه لفلافيو ما كانش موفق لكن كان بيعمل كل حاجه في الكوره دي خلت مستر جوسيه واثق في قدراته اول ما فتحت معاه في بدايه الموسم بعد 6 اشهر فتحت بقى في السويس جاب جولين وابتدى فلافيو نشوف انه اهم واحد في ضربات الراس يمكن على مستوى العالم. فلافيو جالنا استاذ ابراهيم 200,000 جنيه للنادي 200,000 دولار 200,000 دولار للنادي و70,000 دولار في السنه في اربعه ب 280,000 دولار وبعناه ب 3 مليون الا ربع دولار للسعوديه. طيب فلافيو كان كل الناس فاكراه في مباراه القمه في لقاء القمه بالذات اعتقد يوم 11 يناير 2009 كان له هدف ما يتنسيش ابدا في لقاء الاهلي والزمالك في موسم 2010 تسبب حتى هذا الهدف هتشوفه بعد كده لانه حصل في المباراه ديت حاجه مش معتاده ابدا انه حارس المرمى تقريبا بيعنف زميله قوي بسبب فلافيو ده ضربه في صدره بالظبط بسبب قفزة فلافيو الرهيبة ده كان عمرو الصفت اللي طلع معاه وعبد الواحد الحقيقة بعد كده كشف هو ليه عبد الواحد احتد عبد الواحد السيد حارس الزمالك وقتها ليه احتد على عمرو الصفتي بعد هدف فلافيو بسبب فلافيو هنفكركم بعبد الواحد السيد لما حكى الواقعة في ام بي سي فكرت جون فلافيو اللي جابه فيك دماغه رحت انت الصفتي طب انا احكي لك بقى قصه الجون ده عشان في ناس كتير من الصفتي حبيبي جدا وانا بحبه الناس المحترمه قعدنا نتمرن اسبوع كامل كنا نتمرن في الاسماعيليه اسبوع كامل صفتي المكان ده ما تتحركش منه انت اللي بتقول له لا انا وكان الكابتن احمد رمزي واسبوع كامل بنتمرن على الكره العرضيه في المكان ده بالذات يعني هو كان جيلبرتو بيفضل المكان ده يرجع يلف ويرجع يلف ويرجع برافو عليك صفتي اقف ما تروحش معاه يعني اسبوع كامل والله زي ما بحكي لك كده بالظبط اسبوع كامل قبل الكره دي انا كان جالي شد في الخلفيه جامد تقريبا كان بعد الماتش كان اكتشفت ان عندي مزق حوالي 12 سم فقلت له انا مش عارف اطلع ما تتحركش من المكان ده
المشكله اول ما جيلبرتو اتحرج يلف في اللفه لو حتى الماتش هتلاقيه لف من وراه تاني وجيلبرتو فلافيو قطع منه وانا طبعا طلعت متاخر ما لحقتش ما كنتش قادر فهو مين اللي في وشي هو طيب اسبوع كامل بيتمرن على انه الجون هيجي بالشكل ده من الحته دي ومن الحته دي ومن فلافيو وهو بيقول لك انا عندي شد مش هعرف انط لكن عمرو الصافتي يرى انه افضل من وائل جمعه حقه ايوه انما يعني انما يقدر يسال عبد الواحد الاهلي تفاوض معاه يعني حاجات جميله يعني فما علينا فلافيو كان صعب على اي حد يعني انا مش مع كابتن عبد الواحد هو طبعا عمل لعبه بس حتى لو نط معاه او استناه كان هيجيبها فلافيو كان ضربات الراس ده جزء من اهدافه بقى الرائعه انا في جون جابه في الاسماعيلي اللي ادانا الدوري الرمان البلي ده من اقصى اليمين حطها في اقصى الشمال حرك دماغه بضهره. زي ما يكون راكب على الرمان بلي زي ما يكون رمان بلي كده يعني ما فيش حاجه ما فيش سنتي في دماغك يا فلافيو ما بتتحركش ما سجلتش بيها ما سجلتش بيها او عملت بيها جول انت لما تشوف الجول بتاع الصفاقسي ازاي بصاها لابو تريكا بالهدوء ده ما بعدتش عنه أيوه. ومش بقوه وفي جون تاني بتاع الماتش بتاع عمرو زكي اللي عماد متعب جابه برضو الباصه وهو بيجري بوشه يتضير يبصيها ده بتاع الاسماعيلي ده هيتعاد تاني دلوقتي هتشوف اجوان غريبه انا ما شفتش حد على مستوى العالم بيلعب بضربات الجزاء بالمنظر طب. ده امادو فلافيو يا جماعه لقى هذه الثقة من مانويل جوزيه رغم كل الفرص اللي كانت بتضيع والانتقادات اللي كانت بيتعرض لها فلافيو اعلاميا طبعا ما كانش في سوشيال ميديا بالصخب والعنف اللي موجودة بيه دلوقتي لكن مانويل جوزيه وفر له هذا المناخ من الثقة فقدر يخرج منه واحد من اهم اللعيبة الافارقة اللي لعبوا في مصر مش في نادي الاهلي بس ضعف الجزاء وانفراد في ماتش الزمالك بتاع افريقيا احنا قدامنا دلوقتي حاله زي والتر بواليا مع الجونه شفت كل اهدافه ولما النادي الاهلي تابعه وراقبه وتاكد من كفاءته والمدير الفني وافق عليه جبنا والتر بواليا ده كان مطلب الناس كلها بالظبط كان في اتفاق على انه هو اللي يجي ايه اللي مطلوب دلوقتي الراجل واضح انا سمعت راي الكابتن رضا شحاته هو كان مدربه في الجونه انه محتاج دعم نفسي محتاج ثقه من الجمهور محتاج انه يشعر انه ما عليهوش هذا الضغط العصبي الرهيب وقت ما والتر بوالي هتفتح معاه من الوارد جدا انه يكرر تجربه مهاجمين كبار لكن اتمنى بالراحه عليه شويه لانه احنا جربناه وشفناه وتاكدنا من كفاءته قبل ما تقفل ثانيه واحده في ازمه مثاره دلوقتي بالنسبه ملعب الاسماعيلي ايوه الاهلي مش طرف فيها الاهلي يؤكد على حق الاسماعيلي في اختيار ملعبه الاهلي يريد ان يلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه والاسماعيلي يلعب في القاهره هذه مسائل ما تصدروش الاهلي في مواجهه الاسماعيلي يا اهل الشر كلما يعني قربنا المسافات هناك من يريد الاهلي ليس طرفا فيها بدليل حتى الاسماعيلي والمصري الاثنين بيلعبوا في الاسكندريه فده قرار امني وده مطلب امني ليس الاهلي طرفا فيه دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله تصبحوا على خير